أويا صباح الخير، صارت الساعة 9. راح نبلش هلا روتيني أنا والكلاب، شلون بنقضي النهار كلياته سوا. مطر مطر لساته نايم. يلا مطر. ليه؟ هاي هاي كيوري، هاي هاي. أويا تتمطمط وتلحس وتدعبل هيك لبين ما أفيق، بعدين بفيق بقوم من تختي ولساته مطر، making sure إذا أنا قايمة ولا لأ. مطر مطر مطر، هاي صباح الخير صباح الخير. الكاميرا كمان. أوه يا نتمطمط ونهز. وليه كمان تتوه؟ أبو عبد الله لساته نايم على الزاوية. أوه يا أوه يا جسمي عم بحكني من الصبح. أوكي لسه عم تمطمط من التعب، وهكذا لبين ما أفتح الباب مشان يلحقوني على المطبخ مشان ناكل. أوكي وصلنا على الصالون، كل واحد بيتموضع، كل واحد بياخد محله، كل واحد بيعمل تشيل بالصالون. ولساته عبد الله نايم. للوشي قاعدة، مطر عم يستنى الأكل. اوكي بالعادة بفطرن تون سردين او بالعكس لكل واحد الصبح بعدين مشان يبلش نهارهم. اويا نم 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 نم. اوكي الالتهام الفظيع للفطور الجميل. اوكي سو هلا بلبسن ومننزل سوا، بمشيهم وبيعملوا all the magic برا. وكانت لسه الساعة يمكن 9:15 9:15 تقريبا، وبطلع من البيت وبرجع على البيت. طبعا خلصوا كل شي وبيصرعوا الجيران لبين ما ينزلوا على الدرج. عبد الله لساته نايم. اوكي نرجعنا بالعادة، بس نرجع دايما بعطيهم تريتس. او يا بلتهمون التهام، they love treats. اي كلب بيحب التريتس يمكن اكتر من الاكل. هاي هاي to the camera. هاي هاي مطر مطر متوقع أعطي وحدة تانية but no. okay so هلا بناخد ناب، بناخد قيلولة صغيرة لأنه فايقة من الساعة 9 وأنا حامل وأنا ما خرج أكمل اليوم كلياته وأنا من 9 لليل يعني. so مننام، بس قبل ما ننام لازم مطر يعمل مشاهدة سريعة للحارة ويشوف إذا في كلبة أو قطة مشان يتساءل عليها بصوته، بس ما في شي. سو بمل وبيقعد بيتشطح جنبي وبغطيه وهيك لبين ما تجي النومة. نستنى تكون ليه نامت أصلا، ليه دايما بتنزل لتحت التخت. سو ما طلعت بالفيديو بهالمقطع، بس مطر هو اللي بيتشطح فوق. بعدين ليه لما أنا بكون نايمة هي لحالها بتطلع، بس normally. okay time to bed. okay فقنا، لازم أطعميهم على السريع لأنه كمان بيجوعوا لبين ما يناموا. نوم 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 نوم. اوكي بعدين بنرجع بنمشيهم للمرة الثانية، بما انه كلابي كبار نوعا ما كعمر، انه عمرهم سنة وشوي وثمان شهور. سو ما ضروري امشيهم 3 أو 4 مرات بالنهار. سو مادام كبروا بحسن امشيهم مرة او مرتين بس. اوكي هلا بننزل بقى بنمشي مع عبد الله لانه رجع من شغله، فهو بينزل مشيهم لانه بكون انا تعبت طول النهار من النوم والاكل ولا شي أعمله كمان.
والدنيا اليوم صدفة تكون برد ومطر وهوا وهيك ف اه يا ماجيك ماجيك مطر مطر. اي عمود بشوفه او اي هيك شجرة او زاوية او شي فورا يعني بيترك بصمته هناك. ف ليه عادي ليه ما عندها شغلات بس مطر؟ روح قلبه العويميد يقعد يشمون ويقعد يشم ريحة الباقي الكلاب وهيك، ف شوي بطول معنا يعني لبين ما يمشي. او يا برا برد كان هوا مطر مطر خزانه وما بيخلص ابدا، ما بعرف ليش مع انه ما منشربه كل هاد مي بس كتير بيطرح مي. هيك خلص الماجيك وصار اللي صار، وطبعا لازم نشيلهم لانه هيك القانون وهيك الذوق. منمشي منمشي ومنمشي ومنطلع ومنطلع على اليسار، ما في حدا طبعا، العالم كلها بالبيت. اويا بما انه العالم كلها بالبيت فنحن بنطلع بننزل ومنرقدهم بالشارع مش بالرصيف. بعدين انا لبين ما اوصل على السلة مشان اكب الماجيك بسلة المهملات like this. يب وهيك نكون وصلنا جنب البيت. لبين ما يمشوا صارت الدنيا ليل. بتمنى تكونوا شايفين منيح لانه الدنيا ليل وصارت عتمة وهيك، بس هون كانت يمكن الساعة 8 أو 7:30. او يا هلو جايز هلو جايز، بعرف سألي بقى اوكي. اوكي نطلع على الدرج بتقنية السلحفات الحامل. اوكي عم بدابل على الدرج لبين ما اطلع. اوكي وصلت. وصلت. اوكي بنفتح المفتاح، هاي العربية جبناها كمان جديدة مشان البيبي. وبنفتح وبندخل، طبعا هنا بيدخلوا قبلنا، وبعدين منقفل الباب لانه خلص النهار سو فار، ما بقى خرج ننزل هلا مرة تانية. بنقفل الباب بنشربه مي مطر لاني كبير بيحسن هو يعني يتعربش مثل ما لكم شايفين. ليه اجباري لازم احط له بصحن؟ سو بتطلع عليه هيك انه طعميني انا كمان بدي مي، بتقعد بتنط وبتلحس حالها وهيك بتطلع لسانها انه او انا عطشانة كمان سو طعميني مي. سو بعبي له مي بعد ما اقول له المطر لو سمحت زحلنا شوي. وليه بتشرب مي ومطر كون لسه ما خلص؟ اوكي وهيك بعدين انا كل واحد بياخد موقعه، كمان نرجع على التخت بتفرج على مسلسلي باكل لي سناك، عبد الله بكون نورمالي على البلاي ستيشن او عم بيعمل شي شغل. اوكي ومطر دايما عم بيتسأل على ليه وليه دايما سحسولة هيك تحت. وبعدين ليه اتركيلي. اوكي هيك بكون خلصت انا اكلي وشلته وهن ناموا مستملين من المسلسل، وهيك بكون خلص الروتين تبع النهار وبنرجع بنعيده تاني نهار. Please follow us on Instagram. Have a good day.